تعرف كيفاش لازم نلعبوا مع منتخبات كيما هكا، خاصة نحكي على الدنمارك وفرنسا، في انتظار انا نعرفوا منتخب الفارس. اسكو كيما لعبنا مع مالي معناها الدفاع المفرط، والا لا نحاول نلعبوا كورة شوية نوريو الستيل نتاعنا، كيفاش لازم نلعبوا؟ مش دفاع مفرط، انا عندي قناعة اللي راهو فما ليكول تونيزيان المدرسة التونسية، احنا فما برشا من الناس يقول لك احنا الجزائر تاع بالماضي والكرة والمغرب وليلوزيتش ومصر، لا لا احنا رانا تونس، احنا هزينا كاس افريقيا عام 2004 وقت عملنا 3 بيفوات، وقت ما لعب ما نجموش نلعبوا الهجوم وما نجموش نصنعوا اللعب، نلعبوا على الامكانيات نتاعنا، شنو هو الامكانيات لي بوان فور نتاعنا ريغور سي البلان تكتيك، اللاعب التونسي تريز انتيليجون اللي كان يحكي عليهم كمال تو، ما تنجمش تنحي الكاسكيت نتاعك وتولي تحب تلعب كوره وتيكي تاكا وبوكس تو بوكس نتاع صاحبنا، ما عنده حتى علاقه، معناها كي تخرج من الواحد نتاعك عندك ثواب تاع منتخب، عندك ملاعبيه لازمهم يلعبوا، علاش احنا نحكيو على جلال القادري لتوا العباد متنحات من مخاخهم ماتش نيجيريا، لكن النجاح الكبير صار في ماتش نيجيريا، هذيك 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 ليكول تونيزيان، هذيك المدرسه التونسيه، هذاك المدرب التونسي. لوجيك ديسكور يتعدى مع الملاعبيه تمثل الملاعبيه مهم ياسر، نجم تحكي اللي تحب راهو، انا فهم مدربين من غير ما ندخل اسامي في الكلام ينجم يحكي لك راهو 20 ساعه راهو ما يمسش الملاعبي، الميساج ما يوصلش للملاعبي، هو الديسكور نتاع جلال ما ستوانس الكل صدقني انا نسمع فيه في الفيديو نحمك القشعه بالكلام، لا ابار ما وصلناش ماتش مالي نحكيك انا ماتش نيجيريا ديسكور كيفاش خدم الماتش تعديت، لا بدا يصغير روحه برشلونه ولا ليفربول نتاع نلعبوا بامكانياتنا بثلاثه بيفوات، فما شكون يسكر لي زاتاكون كيف كيف عندهم الرول ديفونسيف، شفنا احنا يوسف مساكني ماغري انا مانيش مقتنع اللي يلعب الوقت هذاك الكل معناها برشا عليه معناها ما سير بلون فيزيك ما نجمش ما عادش ينجم، لكن تشوف سليتي وتشوف سيف الجزيري وتشوف المساكني كيفاش يجريو تشوف البيفوات مع احترامي للمنظر الكبير غالين شعلاني شفته كيكا مع المنظر الكبير اصلا ما يلعبش هو بالرمضان بالرمضان كيكا عيدوني كيكا عيدوني يلعب احسن ماتش من جيل تونس مالي الي وروتور، فما حاجه فما مساج نادر الغندري لو نتاعها كسيال حتى كسيال ما فيهاش فلسفه شو والديسكور تعاد مع الملاعبيه كسي طار الملاعبيه عمل الماتش شو الكل تحكي عليه دراجر كيف كيف علي معلول ولو اني علي معلول كيف كيف انا لومه برشا معناها تو معطاه المنتخب اللي نجم اللي لازم يعطيه ميتون فيني ما كانش خايب لانه ماخذ حظوه اي نحبوه نحبوه لاتيرال تاير وسنتر ويعطي سنتراجيت ويعطي لانه في الاهلي راهو قريب باش يعملوا له تمثال راهو احسن لاعب اي احسن لاعب في الاهلي معناها من احسن الاجانب اللي دخلوا النادي الاهلي اللي هو معناها جمعيه غير عاديه معناها تشامبيونز ليج عندهم كل واحد وتقاليد كبيره برشا عليه من احسن نجيو للمنتخب من نورمال من لاعب نورمال لاتيرال جوش نورمال بالرغم عنده الحظوه وهو كابتن الثاني يتسمى ولا الثالث نستناو منه اكثر هذا شنو نرجع لك انا للسؤال نتاعك نلعبوا على الثواب نتاعنا نلعبوا على الريغور نتاعنا علاش نقول لك انا ديما بتروبي فو ما نلعبوش احنا نلعب بتروبي فو سورتو نبداو محظوظين الياس الصخير يبدا لاباس والعيدوني بالفورمه هذيك والبلاصه الثالثه يختارها المدرب عنده 50 بيفو معناها روليور اخرين ينجموا ولو انه كل ما يلعب الصخيري والعيدوني راه ما يمشيش برشا ليكيب نفس مع بعض لا مش ما يمشيش لا لا هنا نقول لك هنا نرجع لك المنظر الكبير ونرجع لك جلال القادري فما فرق في المباراه راهو سونتينيل نيجيريا يلعبوا مع بعضهم راهو سونتينيل يلعب اي عيدوني وسخير ما عندناش سخير يلعب سونتينيل والاخر يلعب روليور على اليسار ما عندوش علاقه لانه سخير رجع للاكس هو سخير يلعب سونتينيل سخير يلعب قدام ديفونس انا سمعته تحليل هذا قعدت به ما عندوش علاقه الزوز عندهم شويه مشاكل في في, في تخريج الكره خاصه العيدوني ما يعطيكش اوكي اوكي يلعب اما ما يعطيش القدام احنا كنا خايبين يا سلام ماتش اسمعني العيدوني ماتش بخينا فاصل العيدوني ضعيف شويه في في تخريج الكره لا لا مش ماهوش بالانفان ماهوش لا هو سنتينيل هو ما تنجمش تركب ملاعب ولا ملاعب هو يلعب سنتينيل شكون هو ليس صخيري ومن احسن الملاعبيه لجيل تونس ولو انه في كل احنا كنا خايبين احنا في في ماتش بوركينا فاسو راهي فزيحه تونس راهي ضحكوا وقتها دونك ما تنجمش انت تجبد بيفويت وتحسبهم كنا خايبين انا ديما هكا نحلل معناها اذا كان ماتش خايب احنا خايبين الناس الكل لكن اللي نسمع فيه انه سخيري والعيدوري ما يلعبوش مع بعض ما عنده حتى علاقه هو مش ما يلعبوش مع بعض هو دو ريكوبيراتور هم اكثريه دو ريكوبيراتور مش كيما غيلان وبالرمضان غيلان وبالرمضان اوفونسيف سون دي روليور فهمت بوكس تو بوكس بوكس تو بوكس يعني وقت اللي فوق الكره يعطيك ديما لابور اوفونسيف ديما يعطيك بوكس تو بوكس
مي العيدوني والسخيري اكثر اكثرين دي ريكوبيراتور ديفونسيف اكثر مش مش يلعبوا مع بعضهم هذيا انا ما انا ما عنديش ما تجمش تقنع اللي لاعب زوز لاعبين تجمش تلعبهم مع بعض مادي النفتي وعادل الشيد اللي يلعبوا مع بعض يعني ما تصورش يعني ما تجمش يعني بوعزيزي وجوهر ومهدي النفتي كلهم يعني كما قالوا قبل كما اسكندر سويح مش يلعبوا مع بعض وركبت عند الناس كل انا اقول لك راه وصل المنتخب في مونديال باش يكون ياس السخيري والعدوني والثالث معاهم تسالني رايت نقول لك اما انا السخيري والعدوني راهم اساسيين معناها ما تحطش الشعلالي الاول انت لا لا انا السخيري عدوني برمضان انا السخيري عدوني برمضان باهي 2-1 لاسبيرونس قدام شباب بالوزداد الاهداف سجلوهم بن حميده وكذلك ايوالا في الدقائق 13 و 18 نعيمه انا اسالني اسالني لا اسالني انت مسالش كمل كمل خد نسالك حاجه اخرى لا انا جست حبيت نحكي على باش نكمل بالكلام كمال انه المنتخب التونسي تحكي عليه البريود الاخر انه يلعب بالديفونس يلعب بالديفونس نحب نرجع لكاس العالم نتاع المنتخب الفرنسي ديدي ديشو كانوا يلوم عليه شنو يعني باش باش ربحها باش ربحها كاس العالم ربحها وعنده اسوء نسخه وعنده شوف شوف الارمادا دي جوار اوفونسيف اللي عنده وهز كاس العالم مانشيني بون هذيك النسخة الإيطالية وإيطاليا من معروفة على الديفونس يعني هزي سكت الناس الكل احنا لا هزينا كوب دافريك لا شوف 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 هزينا كوب دافريك لا احكي احكي عن النسخة هي هزيت هذا كوب دافريك كوب دافريك باش مع مع روجي لومير مدافع الجمهور ومدافع ما عندك شكون قدام جزيري وسانتوس عندك اي وعندك مدافعين عندك في الوسط عندك شوف في الوسط شنو فيه وشوف اللي معناها الدفاع شنو شنو فيه راهو الديفونس وانك تلعب الديفونس خطة من الخطط الموجودة في كرة القدم أيه. الأتليتيكو مدريد قاعدة تقصي في كبار كرة القدم في العالم ديغو سيميوني ما بدلهاش الخطة نتاعو قاعد يلعب يلعب هذيك هي الخطة نتاعو اللي قاعد يلعب بها صحيح ولا لا؟ هو سامحني طارق هو راهو مش يعني مش المدرب يجي للاعبين يقول لهم رانا باش نلعبوا اليوم الدفاع ولا الريزلتات ما تتقالش ليه 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 ما تتقالش فما طريقه لعب يختارها المدرب ولا. حسب الامكانيات الموجوده تاع اللاعبين البلوك وين الزون دو بريس وين كيفاش طريقه التحول من الدفاع للهجوم هذيك هذيك الطريقه اللي باش يلعب بها ما باش يجي المدرب باش يقول انا اليوم باش نلعب دفاع ما هو بيدو مش مصدق روحه اللي باش يلعب الدفاع يعني يعرف يشوف يقرا المنافس يشوف النقاط القوه نتاع المنافس ويعرف النقاط القوه نتاعو هو وين يجم يكون انا جلال القادر اليوم راه نقاط القوه نتاعنا هي في ترانزيسيون رابيد هي في لي كونتر وقت اللي نحن نفتك الكره نخلطوا فيس على الكونتفيرس فيسا فيسا يقول لك انا نطيح البلوك نتاع ليكيب نتاعي وقت اللي نفك الكره نستغل الاسباس اللي باش نخليهم ليكيب ادفيرس دونك ما فماش مدرب يختار ما عندك وقت لازم عندك لي ديزيليي تاكون رابيد عندك لي عندك لي ديزيليي ديزيليي ودي انا تاكون رابيد لازم عندك تفكير ديما الوقت اللي تفك الكره تلقى لا بروميير باس ديما موجوده القدام عندك تفكير لا ترانزيسيون باش توصل للكونتفيرس لازمك في اقل وقت واقل وقت ممكن دونك الفرق راهو ما بين النوادي وما بين المنتخبات طول الولد في الكره العصريه هو شكون يوصل وقت اللي يفك الكره من المرمى للمرمى في اقل وقت ممكن فما شكون يحط لك 5 سكوند فما شكون يحط لك اكثر هذيك هذيك الكره طول التطور هذيك الكره طول العصريه والولد دونك انا وقت اللي يقولوا لي مدرب باش يلعب الدفاع ومدرب باش يلعب الهجوم ومدرب باش يلعب خطه معينه وطريقه لعب معينه ما تجمش تقبلها ما تجمش تقبل عندك رصيد بشري اليوم لازم هو يتحكم فيك في طريقه اللعب نتاعك انت نقاط القوه نتاعك فين في الاتاك بلاسي في في الزون نتاعك زون البلوك طايح البلوك عالي في البريس فوزي بنزرتي وقت اللي كان يدرب ديما بالنسبه لي هو ديما يجيب ينتدب اللاعبين اللي يتمشوا مع طريقه اللعب نتاعو دونك نحن في المنتخب التونسي غالي جلال حتى في زوز مباريات الاخرانيين صحيح البلوك نتاعنا كان طايح لكن كان يلعب كان اكثر حاجه يلوج على الترانزيسيون اوفنسيف الوقت اللي فوق الكره يحاول ديما يمشي ومن غير ما تشعر هو اللي متحكم فيها يعني هو اللي متحكم في في الافيسيل نتاع المباراه دونك انت ديما اللاعبين المجموعه اللي عندك هي اللي تخليك تختار طريقه اللعب اللي تمشي معاك حبيت تقول دار حبيت تقول حاجتين حاجه الاولى فما قاعده معروفه في الكره يقول لك المدرب الباهي في الليجون هو اللي يعمل اكزرسيس يتماشى مع ولاده ويستنفعوا منه المدرب الباهي في السينيور هو اللي يحط تكتيك تمشي مع امكانيات الملاعبين نتاعو
دونك هذه قاعده معناها. وهذه فاش احنا نجحنا في المنتخب في الفتره الاخرانيه، لانه كنا نعانيو في بريود نتاع تفلسيف، كنا نعانيو في بريود نتاع فما حاجات ما 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 تجيش معناها صاروا في الفتره الاخرانيه مع منظر كبير و200 الف حاجه باش نقعدوا نحكيوا عليهم زي التوسيد دو باسي تعدى. كي ترجع انت كالم وترجع فما كي هدوء كي قال شو اسمه وتعرف شنو عندك وتحكي مع الملاعبيه وتعدى المساج تمشي. وفما حاجه نرجع ل 2004 راهو ميريت تاع ملاعبيه، ميريت تاع انترونور. معنا نسمع انا في 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 عبيد ساعه يقول لك هاي 2004 نعرفوا فما مدرب جابذ طلع وقال لي ما نعرفك فاش هزينا احنا كاس افريقيا 2004 في اشاره زعما للكواليس وانه الناس دز كل دزت معانا وكذا واحد ليه فما مدرب خدم خدمه كبيره. ولا نرجع كيك الكؤوس الافريقيه اللي هزت مصر الكل. ولا ما نعرف فهمتني باش تشك انت في نجوم ولا رموز 2004 ترمي الكلمه ذيك اللي فما مدرب خدم خدمه كبيره. فما مدرب نتفكر انا 2003 اسلام نعديه في النيفو 1 اول دبلوم وقتها مع الاداره الفنيه جابونا رجال عمير في تبرون. وجماعة الفيدراسيون وقتها روجي جاي في تمكم خايفين وكذا قالوا لنا اصلا ردوا بالكم تجبدوا له على الليستا. وقتها تمك الحكايه نتاع اسكندر سواح زبير باي شكون باش يمشي منهم يا اخي وما هزمش الزوز. قعد يحكي معانا معناتها حاجه اخرى راهو روجي مع لي زونترونور يتبدل راهو مش روجي مع الصحافه وقتها هو توندو شويه هكا واحد. وحكينا على المنتخب الفرنسي هيثم الراجدي ذكرياته مع هيثم الطياري هيثم الطياري وبعده هيثم الراجدي. وحكينا على المنتخب الفرنسي بدي تاي وحكينا حتى على منتخب تونس وش بدنا على كريم السعيدي وكريم حقي وقتها اكلي باش يحطوا ساقيهم وقتها في الكيب ناسيونال ماشيين وقتها اللي كان. حكينا على زياد الجزيري حكينا على برشا ملاعبيه كي تشوف معناها سان جرون ميسيو والملاعبيه اللي لعبوا معناها في الكوب دافريك الجارديان والديفونس والملاعبيه والوسط وعادل الشيلي وشازيري وسانتوس. ما تجيش انت تقول مو في بيننا احنا مو نعرفوا كيفاش زعما احنا منظمين معناها دازوا معانا. دونك راهو ميريت نتاع ملاعبيه وميريت نتاع انترونور ونجحنا خاطر روجي لومير فهم البطولة التونسية وفهم التوانسة راهو احنا ما نتعداو كان هكاك تتعلت وزعما وريجيسور وتحب كي تصنع اللعب ما تطلع شوية راك تاكل عصا وتروح كيما قال بكري راهو مش قايد شكون رباح شكون واحد. احنا تعدينا على مالي خير منا 20,000 مرة في الكورة احنا تعدينا عليها تاريخ مش يقول احنا تعدينا على مالي احنا نجحنا. علاش انا قلت راهو كي نقولوا راهو ماتش نيجيريا جلال القادري فما شكون تقلقوا كان احنا ناحيه الميريت ولا سابين الاخرين لا ظاهره الحكايه ذي اي واحد من الشارع يعرفها. السيلي ماجد الانترونور ومشيت له مور جيستيون مشيت رجعنا بعد القعبيجي روحنا بفضيحه توا نرجع له ان شاء الله تصير سوتيان كبيره للانترونور وتصير تحذيرات كبيره وتتحط الفلوس في التحذيرات لانه منتخبات كبيره والمنتخب من تصور ما عندوش مشكله في الحكايه ذي والملاعب زاد يوريو ما عندهم اللي يلعبوا في البطوله ولا اللي في المنتخب كلهم كونسرني اللي مش يجيو توا ان شاء الله يجيو. فما زوز دوسيات هذوما ما نعرفش ليه عندك معلومات عليهم ولا فاليري والغربي وين وصلوا ودي سوليسيون اخرين للكوتش وان شاء الله معناها تمشي الامور ان شاء الله.